واحد بيقول لك خلي بالك من نفسك وربنا هيكرمك، بس حزن كبير سيطر على الوسط الفني العربي اليوم من بعد ما استفاء على خبر رحيل رجاء الجداوي اليوم صباحا من بعد معاناة بسبب فيروس كورونا واللي أصيبت فيه من حوالي 43 يوم أدوتون بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، واللي غادروا اليوم جثمانه بتابوت حديدي إلى مدافن البساتين. وبالرغم من التحذيرات من خطر العدوى والرسالة الموضوعة على الجثمان واللي كتب عليها احذر خطر الإصابة بالعدوى. يا جماعة كله يرجع ورا بعد إذنكم مصلحكم. إلا أنه عدد كبير من الفنانين توفدوا لحضور الجنازة، ومنهم أشرف زكي، منير مكرم، بوسي شلبي، إلهام شاهين، محمد الشقنقيري، وفيفي عبده، بالإضافة لميرفت أمين ودلال عبد العزيز اللي فضلوا البقاء بالسيارة. وبنتها أميرة مختار اللي عاشت أيام صعبة جدا أعلنت اليوم خبر وفاة والدتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكتبت إن لله وإنا إليه راجعون، مامي في ذمة الله. هي إنسانة جميلة وشفافة وراحت بنفس الأسلوب الجميل زيها. ونعت السيدة انتصار السيسي رجاء الجداوي على حسابها على فيسبوك بهالكلمات: أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد. رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته. وحرص عدد كبير من النجوم انهم ينعوها وعبروا عن حزنهم وتقديرهم لها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. فكتب نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي: وداعا يا اغلى الناس. عايز اقول بس ان انا شايفة هنا بقول للناس كلنا بحبوا نفسكم، حبوا نفسكم وحبوا ولادكم، حبوا بيوتكم وحبوا مصر. ودينا الشربيني اللي شاركتها بطولة آخر أعمالها مسلسل لعبة النسيان نشرت صورتها على حسابها بإنستغرام وكتبت: حتوحشيني قوي، إن لله وإنا إليه راجعون. أما عمرو دياب فكتب عبر حسابه بفيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان. بالوقت اللي سوسن بدر نشرت صورة قديمة لرجاء وكتبت: إن لله وإنا إليه راجعون، صديقة العمر رجاء. ودنيا سمير غانم كتبت: يا رب ارحمها واغفر لها وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال الأم الجدعة المشرفة المكافحة الحكيمة الأنيقة، حتفضلي جوا قلوبنا بجمال روحك ونصايحك. لا ترجع إيمي تنشر أكثر من صورة بتجمعها برجاء ودنيا، وعلقت: إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أمي وصحبتي وأغلى الناس في قلبي من وأنا طفلة، ربنا يرحمك ويصبر بنتك وكل أهلك وحبيبك، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب إن شاء الله، بحبك. أستاذ سمير غانم، يعني أنا والدلال دايما ومربت بنروح دايما عزاءات، بنروح الفنانين المرضى بنروح لهم دايما، احنا الكبار لما يبقوا كبار ونروح نزورهم وكده، واول عزاء فسمير غانم مسميني عزاء الجداوي. فيما كتبت أصالة: رحلت من كانت ام وامان لكل من حولها، الله يرحمها، عدد قلوب تعلقت بها وأحبتها. وكانت أحلام من أوائل النجمات اللي نعوى فقالت: اللهم اغفر لها وارحمها يا رب، هاشتاج رجاء الجداوي في ذمة الله، ربي إن نحبها فيك فارحمها، هاشتاج ادعو لها. أما نانسي عجرم فنشرت تغريدة مؤثرة على حسابها على تويتر وكتبت: صعب الكلام يعبر عن حزني، وسطنا الفني خسر اليوم برحيلك كتير، غبتي عنا بس أعمالك رح تبقى دايما محفورة بذاكرتنا، أحر التعازي للشعب المصري والعربي وداعا رجاء الجداوي. ونشرت إليسا صورة لرجاء وصفتها بشمس من شموس السينما. رجاء الجداوي كانت بداية مشوار الفني كعارضة أزياء، ومن بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري سنة 1958 دخلت عالم التمثيل لتشارك بأكثر من 74 فيلم، أبرزهم دعاء الكروان، إشاعة حب، والبيل بواب وغيرها. ومن أشهر المسرحيات اللي شاركت فيها كانت إلى جانب عادل إمام، الواد سيد الشغال وغيرها. وختمت رجاء مسيرتها الفنية بمسلسل لعبة النسيان اللي عرض رمضان الماضي على ام بي سي مصر. عارفة تذاكر ازاي من مول اللي بره الكباري اللي شغال ده؟ مش عارفة طبعا. هطلع ربيهم لك، بس انت ركزي، اوعي تقطعي بقى حبل الوصال.